السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا عندي مسألة خاصة بالمواريث. تفضلي. كان في 3 أشقاء، الرجلين وامرأة. الثلاثة كانوا بيشتركوا في ميراث من الأب. واحد منهم مات وله أولاد، وبعديه بسنتين توفت الأخت. فأنا بسأل ميراث الأخت دي يقول لي مين؟ ملهاش أولاد ولا زوج. لها من؟ نعم؟ لها من؟ لها الأخ الثالث اللي هو المتبقي. يعني امرأة ماتت ليس لها أولاد ولا زوج ولها أخ؟ لا، أخ وأولاد أخوها اللي توفى قبلها بسنتين. أخوها الحي يرثها. أخوها الحي، لكن أولاد أخوها لا يرثون. نعم، قال الله تعالى: واستفتونك قل يستفتونك قل لو يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك له ليس له ولد وله أخت فلها النصف ما ترك، هو يرثها إن لم يكن لها ولد. تمام، جزاكم الله خيرا. شكرا.